مساندة من طرف رجل البحراوي يقوم بالتغطية الدفاعية مالح ياريس إبعاد الكرة للتماس برشلونة يريد فريق النادي البركان يدخل في الدقيقة الأولى يعلم أنه تسجيل الهدف في وقت مبكر قد يرمك حسابات الفريق الواجدي سعد اللمطي إشارة بمخالفة لإفادة فريق المولودية الواجدية سلامات لصالح الدمائين وتابعنا لحظه التقدم وتدخل مجرب العربي الناشي تدخل من خلال اللقطه الاخيره حكم كان قريبا على مستوى العمليه الاخيره واشار بضربه خطا لفائده فريق المولوديه الروسيه نتابع في الصوره العربي الناشي هكذا اشترطت روما الصوره بالعربي الناشي اللعب الكثير السخاء على مستوى رقعه الميدان في بعض الاحيان اكيد هناك بعض التدخلات فيها صار مجرب العربي الناشي لكن دائما الحديث عن قيمة ثابتة في خط وسط ميدان فريق النادي البركاني تلعب ياريس عرمان دابت وسط الميدان عادة عناصر النادي البركاني من حمزة المساوي للاستلام من الطرف الايسر التغطية من طرف سعد اللمطي عبر البحيري من الناشية اليمنى من طرف يوسف العمري سعد اللمطي يمرر الكرة في اتجاه محاولة التقدم الجانب بدر الدين سوياد تفتك الكرة كانت من سفيان